بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نستكمل حديثنا في مادة محاسب واحد للدبلوم. في عندنا اليوم اللي هو الفروض والمبادئ المحاسبية Accounting Assumptions and Principles. طبعا هذا من المواضيع المهمة. أول شيء خلينا ناخذ الفروض المحاسبية Accounting Assumptions. طبعا كلمة الفرض أو الافتراض تعني إمكانية صحة هذا الأمر أو عدم صحته. يعني بدنا نفترض هيك فرضا، إلا أن هناك إجماع محاسبي على صحة الفروض المحاسبية، إذ أن الفروض المحاسبية هي افتراض يتسم بالقبول والمعقولية، يعني كإطار مفاهيم من المحاسبة. هكذا بدنا نشوفهن ونشوف قديش هن يعني فروض معقولة. الفرض الأول هو الوحدة المحاسبية المستقلة اللي هو Accounting Entity. هنا بنفترض إنه المشروع مستقل عن ملاكه، يعني ما بدنا نقول المالك والمشروع واحد، لا. يعني بمعنى إذا المالك أو أحد أبناء المالك أجا وبده ياخذ من المشروع مصاري أو بضاعة، بنسجله عليه طبعا تحت بند مسحوبات، بس بتسجل. يعني ما يكون للمالك مو المشروع اللي خلص ما تسجلش، لا بزبطش هيك الشغل، يعني بصير في عندي يعني خربطة وخلل في عملية المحاسبة. إذا يستند حقيقة مفادها استقلالية المشروع أو الوحدة الاقتصادية احنا بنسميها عن مالكها أو الذين يتولون أيش إدارتها. لذلك ينظر إلى المشروع باستقلالية وفصل، يعني وكأنه شخصية معنوية مستقلة عن غيره، والمقصود فيه المالكين والإدارة ماليا وقانونيا واجتماعيا وكل شيء، يعني وكأنه أطراف خارجية. انطلاقا من استقلالية المشروع هذه، استقلاليته المالية عن مالية المالكين واستقلاليته الشخصية المعنوية عن شخص أصحاب المشروع، تم استنتاج ما يسمى بالمعادلة المحاسبية. هاي هي المعادلة المحاسبية الـ Accounting Equation، اللي هي أصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. طبعا راح نتعرض لهذه لقدام، ولكن الأصول هي الموجودات، كل شيء موجود في المحل. يعني بنعبر على سوبر ماركت، شو كان موجود فيه؟ في أثاث، في آلات، في بضاعة، في صندوق، في 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 إلى آخره. الالتزامات اللي هي الديون، يعني المحل عليه ذمم دائني، عليه قرض بنكي، عليه كمبيالات إلى آخره. حقوق الملكية هو الفرق بين هذول الاثنين، يعني شو موجود عندي في المحل، كم منه التزامات، اللي بظل هو حقوق للملاك اللي هو رأس المال احنا بنسميه. سنأتي على تفصيل هذه المعادلة مع تطبيقات عليها في الفصول القادمة إن شاء الله. ولكن هنا منا يعني نحفظ هذه المعادلة، الأصول تساوي التزامات زائد حقوق الملكية. الآن شو علاقة هذه المعادلة بالفرض؟ احنا بدنا نحكي إنه الأصول والالتزامات والحقوق هذه لا تتعلق ولا تتعلق بالمشروع ذاته، يتم تجاهلها. بمعنى جميع الأصول والالتزامات والحقوق اللي بتخص صاحب المشروع، المحل ملوش علاقة فيها. المحل في له أصوله، في له التزاماته، وفي حقوق ملكية. لأن إذا صاحب المشروع عنده محل ثاني، ملناش علاقة في هذاك المحل، إلا إذا كان فروع. يعني حتى في الفروع، كل فرع يعني منعامل وكأنه مستقل عن الفروع الثاني، وبقوم بعملية اللي هو الالتزام بهذا الفرض. إذا بالملخص هنا استقلال المشروع عن أصحابه. الفرض الثاني الاستمرارية، going concern. going concern هنا بنفترض إنه المشروع مستمر في عمله دون توقف إلى أمد غير محدد. طبعا هذا هو مش واقعي، لأنه المشاريع ما بتستمر إلى ما لا نهاية. بيجي يوم مثلا صاحب المحل بموت مثلا وملوش حدا، خلاص بنت المحل. أو ممكن مثلا يصير حرب يروح المشروع. ولكن احنا هي بدنا نفترض انه المشروع مستمر في عمله دون توقف، وانه الامور طبيعية وما فيش يعني امور غير طبيعية. الآن إذا ظهر أدلة ووقائع جديدة دلت على عكس ذلك، خلص في هذه الحالة بنعمل المشروع على أساس التصفية مش على أساس الاستمرارية. هو أنا معطيني أمثلة، مثلا تم تصفية المشروع، دمجه مع مشروع ثاني حيث ينهي ذلك استمرارية ايش المشروع. طيب الفرضية الثالثة، الفترة المحاسبية Accounting Period. هنا المشروع حياته تقسم إلى فترات متساوية، عادة تكون سنة. طبعا شو أهمية هذا الافتراض؟ إنه المشروع يعني حكينا فترة عمره طويلة، مثل ما الـ Going Concern هذه اللي حكينا عنها قبل شوية، اللي الاستمرارية إنه مستمر دون توقف. طب صاحب المشروع بده، طب كيف بده يعرف يعني ربحان ولا خسران المشروع؟ لازم يعمل مثلا كل سنة يوقف، يقول خلينا نشوف قديش صرفنا وقديش بعنا ونشوف ربحانين ولا خسرانين.
لذلك هنا بيعمل بقسم حياة المشروع هذه لفترات متساوية حتى يعرف نهاية كل فترة ربحان ولا خسران ولا شو وضعه المالي. إذا هنا بيحكي أحد الفروض استمرارية المشروع هي أحد الفروع المحاسبية، مش فروع، الفروض تفترض أن حياة المشروع مستمرة إلى ما لا نهاية، وعلى الأقل يعني راح يستمر المشروع لعدد كبير من السنوات، قد يعني يزيد عن عمر صاحب المشروع. فمن غير المنطقي أن ينتظر صاحب المشروع حتى ينتهي عمر المشروع عشان يعرف قديش ربحان وقديش خسران. لذلك نقسم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية، وإحنا حكينا عادة بتكون سنة، لأن في مرات بيخلوها كل شهر، في مشاريع كل 3 شهور، في مشاريع كل نص سنة، فحسب. بس اللي يعني المشاريع بشكل عام سنة ميلادية تسمى، احنا بنسميها الفترة المحاسبية أو السنة المالية، اللي هي فيزيكال يير أو أكاونتينج بيريود. وطبعا الهدف منها انه نعرف نتائج العمليات من ربح وخسارة، نحدد الضريبة اللي احنا لازم ندفعها للدولة، ونحدد كفاءة إدارة المشروع انه نجحوا ولا خسرونا ولا ايش. وطبعا مثل ما احنا ملاحظين قد تكون هذه الفترة أقل من سنة، ممكن تكون نص سنة، ممكن تكون ربع سنة، ممكن تكون شهر. الفرض الرابع وحدة القياس النقدي مونيتري يونت. طبعا هنا احنا بنفترض انه العمليات اللي بتصير في المشروع بنقيسها بوحدة نقدية، يعني بالدينار او بالدولار او بالشيكل وات ايفر. الهدف من هذا الفرض هو اعتبار وحدة القياس النقدي كالدينار او الدولار هي وسيلة لقياس النشاط المالي للمشروع. يعني ما بزبط والله تقول لي مثلا محاسب والله اليوم اشترينا مثلا 100 صندوق برتقال على سبيل المثال، سجل. لا ما بز ما احنا ما مسجلش هيك، بنقول شو قيمتهم النقدية هذولا. المية بيش اشتريناهن؟ مثلا اشتريناهن البوكسن ب10 او ب20، 20 في 100 هي 2000، خلاص سجل 2000 مشتريات بقيمة 2000، هي بهذا الشكل. اذا هنا نستخدم الوحدة النقدية في عملية التسجيل. الان هنا في عندنا مشكلة، انه في عندي بعض العمليات في عندي يؤخذ على هذا الفرض انه عدم امكانيه تسجيل بعض العمليات. الان هل كل عمليه بتصير في المحل يمكن قياسها بالنقد؟ طبعا لا. يعني مثلا كفاءه الاداره، مثلا كفاءه الموظفين، مثلا الظروف الاقتصاديه صارت حرب، صارت سلم الى اخره، مثلا الموظفين بيشتغلوا باخلاص او في ناس بنصبوا، هذه الامور هي بتخسر وبتربح دوروا بالكم، ولكن صعب قياسها. لذلك مثل هذه العمليات لا تسجل، كما يؤخذ عليه افتراض واستقرار وحدة النقد. في أمر ثاني، إنه هنا بيفترض إنه الوحدة النقدية مثلا الدينار أو الدولار إنه مستقر، يعني ما بتغيرش، فيش فيه تقلب يعني. وطبعا هذا في الواقع لا، بتغير وبتقلب، يعني لما يصير حرب العملة بتنزل أو بتطلع أو الذهب إلى آخره. ف هذه من عيوبه. طيب هذه هي الفروض. الآن المبادئ الاكاونتنج برنسبلز، طبعا هنا في عندي بيحكي انه لا سيما هذه المبادئ في اختلاف بين المحاسبين، يعتمد على الفروض، سارة الذكر، ليست قوانين رياضية ثابتة بل متحركة. طيب خلينا نشوف احنا اهم المبادئ. مقابلة الايراد بالمصروف اللي هو الماتشنج برنسبل. المقابلة انه يعني حطيت اشي لازم يكون مقابله اشي. يعني مثلا فريق فوتبول، فريق فوتبول بيلعبش لحاله، بده يكون مقابله ايش؟ فريق اخر. الان هنا مقابله الايرادات والمصروفات، لازم الايرادات مقابلها المصاريف اللي سببت هذه الايرادات. يعني واحد يحكي محل، مثلا واحد فاتح كافيتيريا، فاتح مثلا مطعم، يقول والله انا اليوم بعت بقيمه 1000 شيكل. بدنا نساله، انت بعت ب 1000 شيكل، هذه ايرادات ماشي، طب شو المصاريف تبعتين هذولا؟ قديش دفعت خبز على هذه المبيعات؟ قديش دفعت بندورة؟ قديش دفعت كهرباء؟ قديش قديش قديش؟ بدنا نعرف مصروفهم. طبعا شو ليش لازم نعمل احنا هيك؟ عشان نعرف قديش ربحانين وقديش خسرانين لهذه الفترة فقط، لهذا اليوم أو لهذا الشهر. فوالله بقول أنا صرفت، جبت خبز، جبت بندورة، جبت كهرباء خلال الشهر، دفعت مثلا 800 من كله، خلص انت 800 كلفك وبعت ب 1000، اذا ربحك لهذه الفتره قديش؟ 200. هذا اهميه هذا المبدا. وطبعا هذا المبدا بيتلاقى يعني مع فرضيه اللي هو الفتره المحاسبيه،
انه احنا مثل ما حكيت كل فتره، مثل المثال اللي قلته قبل شويه، والله هذا الشهر انت بعت في المطعم يعني بقيمه 1000 شيكل، فهذا الشهر ايضا بدنا نعرف قديش مصروفه عشان نعرف هذه الفتره اللي هي هذا الشهر مثلا او السنه يعني وات ايفر قديش ربحها، او تقسيمه الى فترات دوريه متساويه. هذا المبدا من خلاله بنحدد صافي الدخل مثل ما حكيت. الان اذا حكى لي انا قديش ايراداتي وما قال ليش قديش صرفت، بقدرش اعرف قديش انت ربحان، او مثلا حكيت لي قديش مصروفك وبس انت مش عارف قديش ربحت، او عفوا قديش اجاك ايرادات، بقدرش اقول انت قديش يعني ربحان. هاي من خلال مقارنة المصاريف اللي تكبدها المشروع خلال الفترة مع الايرادات اللي تولدت عن هذا المصروف خلال الفترة. اي نطرح الايرادات الكلية ناقص المصاريف لنفس ايش الفترة. طبعا هنا في عندي تساؤلات، مثلا الايراد، وين انت بتحقق الايراد؟ اي المصاريف تنتج عنه هذه الايرادات؟ اي المصاريف اللي من نربطها بهذا الايراد؟ وغيرها. وطبعا هذا المبدأ، مبدأ الايرادات المقابلة، يعني مقابلة الايرادات المصروفات، مبدأ المقابلة يقوم على اساسين، يستوجب التمييز بين اساسين. في عندي الاساس النقدي، يعني انت بدك تعمل مقابلة بناء على الاساس النقدي ولا على اساس الاستحقاق؟ حكيت نجي لاساس الاستحقاق اللي هو الكاش بيسيس. هذا الكاش بيسيس، الكاش بيسيس هو شو بقول؟ انا بسجل الايرادات اللي بقبضها والمصروفات اللي بدفعها بس. الان طب في دين، مثلا بعت بضاعة ب 100 شيكل وما قبضتهاش، بقول لك لا هذه بسجلهاش، هذه لا تعتبر ايراد، تمني اقبضها. طيب في عندك مصاريف، مثلا في عندك فاتورة كهرباء انت لسه مش دافعها، شو بتعمل في هذه الحالة؟ بقول لك لا هذه بسجلهاش، بعتبرهاش مصروف اللي تمني ادفعها لمين؟ للبلدية. هذا هو اساس ايش؟ النقدي. بسيط جدا، ولكن هو مش مستخدم على شكل واسع الا يعني من المهن الحرة، مثلا دكتور، مثلا محامي، مثل هيك يعني. وكون انا المريض اللي بيجيني وبدفع لي خلاص هي ايراداتي. مثلا اجا مريض بدل ما يدفع 50 شيكل معوش الا 40 شيكل، الا انه عادة يعني بسجلش عليه 10 شيكل، كله خلاص هاي المقبوض. والله جبت لي اياها ال10 شيكل بعدين خلاص بحطهم ضمن الايرادات، ما في مشكلة. يهتم بالمبالغ المدفوعة المقبوضة نقدا فقط بغض النظر عن الفترة المالية المتعلقة بتلك المبالغ. لأن الاستحقاق اللي هو الأكرول بيسيس، لا هذا بيسجل المصاريف والإيرادات اللي بتخص الفترة بغض النظر دفعنا قبضنا دين مش دين، كله بده يتسدد. طبعا هذا بيستخدمه اللي هو المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة وإلى آخره. يعني مثلا الجامعة على سبيل المثال، الطالب بده يعطيها قسط، هذا بالنسبة للجامعة إيراد. الآن إذا دفع الطالب والجامعة قبضت هذا إيراد مثلا. طب الطالب ما دفعش وقال بعدين بدفع لكم، أخذ قرض مثلا أو إلى آخره، بعرفش كيف الجامعات بعطوا قروض، هنا بتكون في ذمة تنوع الطالب وبسجل عليه، يعني يسجل إنه في عندنا إيراد، طبعا راح يقبض فيما بعد مش مشكلة، بس يسجل إنه هذا الفصل إيراداته 1 2 3. ممكن يكون في منهن بالديون وممكن يكون في ايش كاش، هذا بنسميه الاكرول ايش بيسيس. طيب المبدا الثاني الموضوعيه، اوبجكتيفيتي، الموضوعيه طبعا هي عكس السبجكتيفيتي اللي هي الشخصيه او الشخصنه. اذا هنا احنا حكينا الهدف من المحاسبه اللي هو تزويد واعطاء معلومات ماليه صحيحه، صحيحه مش مزوره، ما فيش فيها كذب، ما فيش فيها لف ودوران، لا الناس اللي بدهم يتخذوا القرارات. لذلك لابد أن تكون هذه المعلومات المحاسبية معدة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية، وبالتالي يجب أن تقاس بطرق تكفر الوصول إلى نفس النتائج. لو قام محاسب آخر بإعادة القياس، مش أجيب محاسب ثاني يعطيني أرقام ثانية، معناته في عندي هنا خلل، يعني أنا صح في واحد بيكذب معناته. فلازم المحاسب تعكس الواقع وتكون موضوعية، ينفي وجود حالات، وهذا لا ينفي وجود حالات أو أوضاع تستدعي من المحاسب استعمال الأحكام. الآن هذا لا يعني إنه المحاسبة يعني ممنوع تستخدم أمور غير موضوعية في بعض الحالات، لأنه بعض الحالات المحاسب لازم يستخدم أحكام شخصية وتقديرات شخصية في بعض الحالات المحددة، مثلا تقدير مصروف الاستهلاك، قديش بدنا نستهلك مثلا الأثاث على سبيل المثال. هنا الإدارة بدها تحدد
والله 10% أو 9% حسب، يعني ما بنقدر نحط له قاعدة ثابتة، ولكن باقي الأمور بده يكون على أساس إيش موضوعي. طيب المبدأ الثالث الثبات، consistency. الثبات في الطرق المحاسبية المستخدمة، فأنا إذا استخدمت مثلا طريقة في تسجيل المخزون، مثلا في عندي طريقة راح يمكن ناخذها في الكتاب، مثلا الفايفو، الفيرست ان فيرست اوت، الوارد اولا صادر اولا. في عندي طريقة المتوسط المرجح، الآن إذا استخدمت طريقة الوارد اولا صادر اولا، خلاص كل فترة لازم استخدم هذه الطريقة، بصيرش مرة استخدم طريقة الوارد اولا صادر اولا وبعدين السنة اللي بعدها استخدم المرجح، بعدها استخدم طريقة ثالثة، لا ممنوع، لازم يكون في عندي ثبات في استخدام الطرق. إذا هنا نظرا للتأثير نتيجة أعمال المشروع بتغيير المبادئ، فإن إجراء تغيير من فترة لأخرى على هذه المعالجات المحاسبية يجعل المعلومات شمالها مضللة، لأنه كل طريقة بتعطينا رقم مختلف، ديروا بالكم. وبالتالي نؤكد على أن الثبات لازم يكون موجود، ولكن هذا الثبات شماله نسبي، أي ليس قاطعا لا يمكن تجاوزه. في عندي حالات ممكن نغير، والله إذا ثبت عندنا إنه الطريقة السابقة مثلا ما بتعطي معلومات موثوقة والطريقة الجديدة بتعطي معلومات أكثر موثوقية، ممكن نغير. أو ممكن مثلا يجي قرار من الدولة قانون إنه هذه الطريقة ممنوع حد يستخدمها، خلاص أنا بلتزم وبغير، ولكن هذه حالات إيش نادرة. هاي يطلع مثلا إذا كان مثلا الثبات على الطريقة القديمة يعطي نتائج مضللة، هنا لازم نغير، مش لازم نضلنا ماشيين على الغلط. ولكن نشترط يعني إذا إحنا غيرنا في الطرق المحاسبية لازم نفصح ونخبر اليوزرز أو نخبر المستخدمين إنه والله إحنا غيرنا في من الطريقة ألف إلى الطريقة إيش باء. الهدف من الكونسيستنسي هذا الثبات هو تسهيل عملية المقارنة اللي بنسميها بالإنجليزي كومباربيليتي من فترة لأخرى ومن شركة لشركة. لأنه إذا أنا بدي مثلا مرة أستخدم طريقة ومرة أستخدم طريقة ثانية مختلفة، كيف بدي أقارن؟ ما بقدر أقارن. أما أنا أستخدم نفس الطريقة بقدر أقارن بين الفترات المالية. في عندي المبدأ الآخر، الأهمية النسبية للماتيرياليتي، طبعا هذه هي تعنى بالأماونتس اللي هي المبالغ، وأنت المبلغ بكون مهم ولازم أظهره بشكل منفصل، وأنت بكون غير مهم ممكن ما أظهروش وما أجيبش سيرته وأجمعه أقول والله مصاريف أخرى. هذه مثلا بتشمل مثلا مصروف ألف، مصروف باء، مثلا في عندي مصروف مثلا إيجار تاكسي مثلا 10 شيكل، يعني بقول لك 10 شيكل مبلغ تافه بسيط، يعني بدي أقول مصروف تاكسي مثلا 10 شيكل، ممكن هذا أحط هيك مصاريف أخرى وخلاص، وأحط معاه مثله يعني مصاريف أخرى، مصروف 5 شيكل، مصروف شيكلين إلى آخره. ولكن مثلا مصروف الرواتب الجامعة مثلا كل شهر مثلا بتدفع على مثلا 20 30 ألف شيك، لا هذا مبلغ ضخم، هذا ماتيريال احنا بنسميه، لا هذا لازم نقدر نقول مصروف الرواتب يعتبر البند. إذا هنا شو بنقول؟ وفقا لهذا المبدأ يتم إعطاء أهمية نسبية للمعلومات المالية، يعتبر البند أكثر أهمية نسبية كلما زاد تأثيره على القرار، هاي المعيار، وتقل أهميته كلما كان تأثيره قريب، يعني ما بيأثر على القرارات. وطبعا احنا حكينا كل ما كان الرقم صغير، يعني مثل ما قلنا بند والله بشكل بشكلين شو بدي يأثرها، أما مبلغ كبير لا بيأثر. الآن طب كيف بدنا نحدد إنه هذا المبلغ يعني ماتيريال ولا مش ماتيريال؟ هذا بيرجع للإدارة طبعا، هنا بيجي يعني هذا بيخالف اللي هو مبدأ الموضوعية، لأنه هنا في شخصنة، يعني الإدارة بدها تتدخل وتقول والله 1000 وفوق ماتيريال، أقل من 1000 مش ماتيريال. مثلا في مؤسسات يعني ضخمة جدا بقولوا مليون وفوق ماتيريال، أقل من مليون مش ماتيريال، مش يعني مهم. بغض بعض الصعوبات الاعتماد على المحاسب الممارسة والخبرة الطويلة، تعتبر الأهمية النسبية أمر نسبي فيما يعتبر مهما في مشروع قد لا يكون بنفس الدرجة من الأهمية. مثل ما حكيت لكم في مشروعات تعتبر مليون هو يعني نقطة الفصل إنه مهم ولا غير مهم، في مؤسسات لا الألف عندها مهم، في مؤسسات المية عندها مهم. طبعا هذا العائلات، يعني العائلات عندنا في البيوت في ناس أغنياء ممكن عنده الألف مش مهم، يعني رقم تافه، بس في عندنا عائلات الشيكل عندهم يعني أهمية نسبية.
في عندي المبدأ الآخر اللي هو الإفصاح ديسكلوجر. طبعا هنا احنا بنعرف المحاسبة هي تفصح وتقدم معلومات مالية رقمية، مثل ما أخذنا له في فرضية الوحدة النقدية، إنه لازم احنا نقدم قيم نقدية وقيم مقاسة بالنقود، يعني أرقام. الآن في أخذنا هناك يعني إنه في بعض العيوب، إنه في بعض العمليات بتصير في المؤسسة بتربح وبتخسر، ولكن لا يمكن قياسها بالنقود، مثل إخلاص الموظفين، كفاءة الإدارة إلى آخره. فهنا بيجي مبدأ الإفصاح عشان يعني يسد هذه الثغرة. فالمعلومات اللي ما بنقدر احنا نقيسها بشكل نقدي ممكن نحكي عنها هيك بالكلمات في اللي هي النوتس احنا بنسميها، او الملاحظات اللي بتيجي بعد القوائم المالية في التقرير المالي. فانه يتم تعزيز هذه القوائم المالية بمرفقات يتم خلالها اعطاء معلومات اكثر ايضاحا وتفصيلا للاستفادة من القوائم المالية في اتخاذ القرارات. هكذا انا بقدر اورجيكم، هاي بدي اورجيكم، هاي مثلا تقرير مالي لشركة الاتصالات بالتل، طلعوا مثلا هنا كله حكي هذا عن المؤسسة. هاي التقارير المالية، كيف بدنا نرجع على التقارير المالية؟ إيه بس شوية خليني أصغر عشان نشوف منيح، نقول هيك مثلا. هاي المذكرة، هاي التقارير المالية، هذه القوائم المالية. طبعا هنا مش راح ناخذ هذا يعني التعقيد عندكم، راح ناخذ ابسط يعني ان شاء الله. هاي قائمه المركز المالي اللي هي الميزانيه العامه، هيها هاي مثلا هنا قائمه الارباح والخسائر، مثلا هنا في عندي قائمه الحقوق الملكيه، في عندي قائمه التدفقات النقديه. انتم مش راح تاخذوا كل هذه الامور. الان طلعوا بعد هذه القوائم في عندي ايضاحات، شايفين هذه الايضاحات؟ هي هذه بموجب مبدا الافصاح بيتم عمل مثل هذه الايضاحات. يعني مثلا هنا الشركه ونشاطها، القوائم الماليه الموحده، مثلا طلعوا هنا على سبيل المثال عقارات وآلات، مكتوب إيضاح 6. بدك تشوف شو يعني عندنا عقارات وآلات، توضيح، بتروح على النقطة رقم 6، بتنزل تحت على رقم 6 مثلا، بده طبعا الواحد يدور. طبعا كم رقمة؟ هاي 5، هكذا 6 بيجي بعده. هاي 6 وينها؟ خليني بس نعمل بهذا الشكل. طبعا هاي 5 احنا حكينا، الى ان ننزل بده يجي عندي 6 بعدها. هاي 6 طبعا جاي بالطول، هاي بالطول. هاي طلعوا مثلا بداية المدة قديش بكى عنا، لاحظ مثلا لاحظ تفصيل، في عندي اراضي، مباني، في عندي شبكة اتصالات، شبكة اتصالات لاسلكية، أجور وأرباح، حاسب آلي، أجرة إلى آخره. يعني هذه كلها توضيحات، وكلها بنسميها طبعا هي بموجب مبدأ إيش؟ الإفصاح. هذا اللي أنا بشرح فيه، هي مبدأ الإفصاح يتطلب من أن يكون بالإفصاح عن كل الأحداث المالية الخاضعة للمشروع خلال الفترة، بحيث لا يخفي أي معلومات مالية يمكن أن تضلل مستخدمي القوائم المالية. لابد هنا من تأكيد على وجوب الموازنة بين مبدأ الأهمية النسبية ومبدا ايش؟ الافصاح. طيب المبدا السادس الحيطه والحذر، كونسرفاتيزم. كونسرفاتيزم طبعا هذا التخصص انا في الدكتوراه. الان هذا المبدا يتلخص بوجوب اخذ الخسائر المتوقعه بالحسبان، يعني بنسجلها. يعني مثلا والله متوقعين في عندي مدين ما يسدد الديون اللي عليه، هذه خساره محتمله، اذا ما سددش خلص راحن علينا، فبنسجلها احنا في المخصص. ومن التطبيقات مثلا تقييم المخزون لهذه الفترة، إذا المخزون سعره في السوق صار أقل من التكلفة فبنخفض اللي هو بنسميه هذه الصافي القيمة القابل للتحقق، اللي هي نت ريلايزبل فاليو احنا بنسميها بالإنجليزي. إذا كانت أقل بنخفض ايش؟ التكلفة، أو بنعمل مخصصات. يعني في عندي المبدأ اللي بعد، مبدأ القابلية للمقارنة، الكومبارابيلتي. طبعا حكينا هذه بيساعدها اللي هو الثبات، كونسيستنسي، وحكينا احنا الثبات في اعتقد الثبات هي من الفروض، المفروض تكون من الفروض هي الثبات. الثبات استمرارية واحد، هاي الفروض استمرارية الفترة، وحدة القياس لا حطيناهم كأنه من المبادئ. طيب على كل حال
في يعني في عندنا كتب ما بيعملوا هيك، يعني بيقولوا هذا كفرض وهذا مبدأ. على كل حال احنا بدنا نلزم بالكتاب الموجود عندنا لأنه هو المطلوب في الامتحان. لأن القابل للمقارنة انه تكون المعلومات اللي موجودة في القوائم المالية قابلة للمقارنة. وطبعا مقارنة بين المنشأة لنفس المنشأة من سنة إلى سنة وبين المنشآت نفسها، من أجل رفع قدرة المستخدم على تقييم نتيجة أعمال المنشأة ومركزها حتى أنه تفيده في عملية التنبؤ. طبعا من الأمور اللي بتساعد في ذلك، لو جينا هنا بتلاحظوا أنه هنا حاطين سنتين، يعني هذا التقرير هو لسنة. لو جينا على التقرير المالي، هاي التقارير المالية، هاي مثلا الموجودات هنا، خلينا نكبرها شوي. طلعوا هنا هو المركز المالي، هذه الميزانية هي لسنة 2022، هيها محطوط 2022 ومحطوط كمان السنة اللي قبلها اللي 21. ليش هذا؟ عشان أقارن. والله باكي عندهم عقارات حاليا هذه السنة اللي هو 148,364، طبعا هذا بالآلاف بالآلاف، يعني 148 مليون و364 ألف. السنة اللي قبل قديش كان عندهم؟ أقل، 126، هنا 108. إذا يعني بقارن بشوف، هذا هو المقصود بالمقارنة. في عندي مبدأ الجوهر فوق الشكل اللي هو substance over form، substance over form. طبعا هذا يعني بصب في عملية اللي هو الموثوقية، إنه المعلومات لازم تمثل بشكل صادق الأحداث اللي بتصير فيها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وفقا لجوهرها الاقتصادي وليس لمجرد شكلها القانوني. إن الجوهر العملية المالية اللي هو السبستانس هذا ليس دائما مطابق لشكله القانوني. من أمثلة على ذلك الاستئجار التمويلي وإعداد القوائم الموحدة. خلينا أقول لكم هذا، أعطيكم مثال من عندي عشان تفهموه. طلعوا ممكن على سبيل المثال شخص بده يتهرب من الضريبة، فشو بيعمل هذا الشخص؟ بروح بسجل مثلا عنده عمارتين، بروح بسجل عمارة باسم زوجته وعمارة باسم أخوه مثلا أو باسم ابنه. حكيته هو قانونيا، قانونيا يعني حسب الشكل القانوني هو فيش عنده إشي، هو مسكين وبالتالي بيدفعش ضريبة، ولكن حقيقة العمارتين إله، بس هو هيك مسجلين هيك قدام القانون، يعني انه هذا مش الي، يعني انا فيش علي شيء. بس هذا تهرب طبعا. طبعا في هذه الحاله ايش؟ طبعا اذا اكتشفوا هذا الشيء بيعاقبوه، لان بيعتبروه نوع من التهرب ايش؟ من الضريبه. لا من الامثله عليها الاستئجار التمويلي. في شخص مثلا بيستاجر هذا الشكل من الاستئجار، انه نهايه فتره الاستئجار الاصل بصير لإله، الاصل شو بصير؟ لإله. هذا لازم يعني يعاملوا على انه استئجار تمويل مش استئجار تشغيلي، يعني مش لازم يسجله كمصروف، لازم يسجله كاصل. طبعا هو لما يسجله مصروف بقلل الضريبه، لانه المصاريف تقلل الدخل وتقلل الضريبه. اما هو لما يسجله على انه اصل، لانه في الاخر راح يصير اصل، هنا مش راح يزيد المصاريف وبالتالي الضريبه راح تزيد. القوائم الماليه الموحده هذه انه الشركة بتكون مسيطرة على شركة ثانية، مثل هذه الشركة اعتقد موحدة، شايفين هي مركز، قامت مركز مالي موحد. شو يعني؟ يعني شركة اتصالات هذه القائمة هي بتمثل الموجودات اللي عند شركة الاتصالات والشركات اللي مسيطرة عليها ايضا. الشركات اللي يعني مثلا هذه البضاعة اللي موجودة عندها اللي هي مثلا 1650، هذه مش بس اللي عند شركة الاتصالات، وعند الشركات اللي مسيطرة ايش عليها. طبعا الشركات اللي مسيطرة عليها هي لازم تبينها، هيها اعتقد ان هذول هاي شايفينهن. لقد كانت نسبة ملكية الشركة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي، هيو لاحظوا مثلا 100%، يعني شركة الاتصالات مسيطرة على شركة حضارة، شركة الفلسطينية متعددة الوسائل، شركة حلول لتكنولوجيا، يعني تقريبا 19 شركات مسيطر عليهم. فهذه القوائم هي بتمثل اصول والتزامات وحقوق ملكيه شركه الاتصالات مع الشركات ايش التابعه. الان في القانون، في القانون قانونيا احنا يعني ممكن تكون شركه، يعني الشركه هذه والله انا بدي اقدم اصول معلومات يعني عن الاصول والالتزامات وحقوق ملكيه بس عني، انا ماليش دخل فهذيك الشركات الثانية، لأن هن شركات قائمة بذاتهن. يعني شركة حضارة هذه شركة مستقلة،
بس عمليا انه اللي بسيطر عليها الاتصالات. فاذا بدنا نطلع على الجوهر هم شركة واحدة، اذا بنطلع على الشكل القانوني لا، هذه شركة وهذه شركة وهذه شركة وهذه شركة. فحسب هذا المبدأ لا، لازم نعمل قوائم موحدة للجميع. اذا هنا هذه الشركة شركة اتصالات، حسب المبدأ هذا عملت قوائم ايش موحدة. طيب خلينا نشوف اذا طيب خلاص انا بدي اكتفي لانه الفيديو طول، ما تبقى ان شاء الله بعمل له فيديو ايش ثاني. يعطيكم العافية.